مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم. صباح الخير، أصبحنا وأصبح الملك لله. ها قد انقضى رمضان، شهر رمضان المبارك، والآن رانا في صبحة العيد متوجهين إلى يوم تاريخي في مدينة بريان. يعني يوم تاريخي بامتياز، لأنه اليوم إن شاء الله سوف تكون صلاة العيد في الملعب البلدي لمدينة بريان، صلاة جماعية، يعني كل سكان مدينة بريان يقومون بصلاة في الملعب البلدي لمدينة بريان كما راكم تشاهدوا. الله يبارك وفود للمصلين، ما شاء الله وفود المصلين يتوافدون إلى الملعب البلدي. الوفود الله يبارك، ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الله.
سبحان الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا
الحمد لله ما أهل هلال وأبدر، الحمد لله ما صام صائم وأفطر، الحمد لله ما تلا القرآن تال وتدبر، الحمد لله ما تصدق متصدق فاستبشر، الحمد لله ما نبت نبات فأزهر، الحمد لله ما أثقل السحاب فأمطر، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فإن العيد بالتكبير والعيد بالتكبير ولتؤمن التكبير ولتؤمن العدة ولتكبر الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. إن التكبير في الإسلام شعيرة عظيمة من الشعائر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، مفتاح الصلاة الطهور، وتحليلها التكبير وتحليلها التسليم. وعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه لا ولد لنا مولود ان نكبر في اذنه اليمنى. وتلك هي فرائض او فرائض الانتقال في الصلاة من الركوع الى السجود او الرفع او النهي الى السجود، فدائما ما نقول الله اكبر. فالله اكبر من كل شيء، فالله اكبر قلها بقلبك وقلها بجوارحك وقلها بلسانك وقلها بإحساسك وقلها وأنت تستشعر عظمة الله تبارك وتعالى. هي فرحة بعد العبادة، هي فرحة ربانية، وأي فرحة لم تكن فرحة بعد طاعة فهي فرحة شيطانية. يعلمنا الإسلام ألا نفرح إلا للعبادة، وأي فرحة لمن لا يعرف الله عز وجل، وأي فرحة لمن لا يعبد الله تبارك وتعالى، وأي فرحة لمن لا يخشى الله عز وجل، وأي فرحة لمن يعصي الله تبارك وتعالى، أي فرحة لمن يقطع رحمه، أي فرحة لمن يسيء الجوار، أي فرحة لمن يعصي والديه والعياذ بالله، أي فرحة لتارك الصلاة أو المتهاون فيها. فكلها معاصٍ لله عز وجل تنتفي معها الفرحة، وإذا كانت فيها فرحة
فهي فرحة شيطانية وليست فرحة ربانية. إن من معاني العيد الربانية في فرح المسلم، فلا يفرح إلا إذا أتى ما يرضي الله تبارك وتعالى. من معاني الفرحة في العيد تلكم الإنسانية. في عيد الفطر أيها الإخوة الكرام شرعت زكاة الفطر، طهرة للصائم وطعمة للمسكين، لأن يفرح أيضا هو بالعيد. فهذا المعنى الإنساني في العيد، المعنى الاجتماعي في العيد. حفل الإسلام على التهاني يوم العيد، وعلى تبادل الدعاء بالقبول، وعلى تبادل التزاور والتهاني وصلة الأرحام. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل من يصل إلى قضاء وإذا قطع. وقد قال الله عز وجل: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. دعاوى العصبية، دعاوى الفرقة، وليكن شعارنا إنما ندين الإسلام. أن الإسلام لا أذى لسواه إذا افتحه لعسر أو تميلا. فاللهم ردنا إليك ربا جليلا، اللهم ردنا إليك ربا جليلا، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. اللهم إنا نسألك بأسمائك العلى وصفاتك الحسنى وباسمك الأعظم الذي لا يعز به أجب وإذا شئت به أعطيت، وبنور الوجه الذي أمارته الظلمات وصرف عليه أمر الدنيا والآخرة. ألا تدع لنا في مقامنا المبارك هذا ذنبا إلا غفرته، ولا علما إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم اشف كل مريض لنا، واشف كل مريض بيننا شفاء عاجلا غير آجل، لا يغادر سقما ولا ألما ولا وجعا ولا هما ولا غما إلا أزاله يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم تقبل صيامنا وتقبل قيامنا وتقبل دعاءنا وتقبل سائر أعمالنا، واجعلها صالحة خالصة لوجهك الكريم. اللهم يا رب تقبل منا شهر رمضان، واجعلنا بعده من الفائزين، واجعلنا بعده ممن اعتقته من النيران، نحن وآباؤنا وأمهاتنا وأزواجنا وأبناؤنا وإخواننا وسائر المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، اهد شباب المسلمين، اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم وفقهم إلى كل خير، اللهم خذ بأيديهم ونواصيهم إلى الخير، اللهم استر بنات المسلمين، اللهم استر بنات المسلمين، اللهم استر بنات المسلمين، اللهم ارزقهم أزواجا صالحين، اللهم ارزقهم أزواجا صالحين. اللهم إنا نسألك ببلدنا الجزائر الأمن والإطمئنان، اللهم اجعل بلدنا الجزائر آمنة مطمئنة، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة أمورنا إلى ما تحبه وترضاه، اللهم وفقهم لما تحبه وترضاه، اللهم وفقهم لما تحبه وترضاه، اللهم أعينهم على الخير يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، اللهم أعينهم على الخير يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين، اللهم يا ربي أعز عندهم، اللهم شتت غمهم، اللهم انصر معهم، اللهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، أعز الإسلام والمسلمين، واحفظ الشرك والمشركين وأعداءك أعداء الدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. ولمن جاء مبارك وسعيد. Thank you.
خويا عيدك مبارك، كل عام وانت بخير ان شاء الله. محمد عيد لنا ولكم عيدك مبارك، كل عام وانتم بخير ان شاء الله. طالب بارع عيدك مبارك، كل عام بخير ان شاء الله، كل عام الجاي سنين دائما ان شاء الله. عيدكم مبارك، كل عام بخير ان شاء الله، غفر الله لنا ولكم. ستار عيدك مبروك جاك الحاج اسمك جميل. حاليا كما راكم تشوفوا اجواء التهاني والتبريكات بمناسبه عيد الفطر المبارك، وبهذه المناسبه نقول لكم عيد مبارك، عيد فطر مبارك، كل عام وانتم بخير ان شاء الله، غفر الله لنا ولكم، تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال، ان شاء الله تعيدوا بالصحه ولهنا لموتى، نقولوا ربي يرحمهم ان شاء الله ويوسع عليهم، والمرضى ربي يشافيهم ان شاء الله، وربي يجيب الخير ان شاء الله للبلاد والعباد ان شاء الله. يعني اجواء الفرحه ما شاء الله، الله يبارك، اللهم دم هذه النعمه ان شاء الله، نعمه الفرحه بعد الطاعات ان شاء الله، ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بمناسبة عيد الفطر الكريم أتقدم إلى كل سكان بلدية بريان وولاية غردية جميعا بأحر التمني والتهاني، وإن شاء الله نتمنى أن يعاد علينا بالصحة والهناء، وعيدكم مبارك كل عام أنتم بخير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، عيدكم مبارك وسعيد في هذا اليوم المشهود، صلاة موحدة وخطاب موحد بالحفظ للأمة الإسلامية وبنهضتها وبعزها، وللجزائر الغالية بوحدتها وحفظ حدودها وحفظ جنودها وملء سدودها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيده علينا والجزائر بخير، والأمة الإسلامية في عزها وفي مناعتها وفي سؤددها. خصوص صلاة الجماعة الحمد لله، الحمد لله كانت ما شاء الله صلاة الجماعة موحدة لأول مرة في بريان، كانت ناجحة وتلقيناها بالقبول، أحيينا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وجمعنا الأمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع شملنا وأن يوحد صفوفنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نحمد الله سبحانه وتعالى أن هيئ لنا هذا اللقاء الطيب المبارك في هذا الصعيد، حيث اجتمعت هذه الأمة أهل بريان جميعا في صعيد واحد وأدوا صلاة واحدة بإمامة واحدة، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى، وهذا عنوان لوحدة الكلمة الطيبة التي أمرنا بها بعد كلمة التوحيد، فنسأل الله سبحانه وتعالى القبول والسداد والرشاد لجميع الأمة، وعيدك مبارك وسعيد جميعا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. صلينا مع بعض في الملعب البلدي وتوحدت الأمة وتوحد الشعب كامل مدينة بلدية بريان، الحمد لله على النهار هذا، النهار مبروك علينا، والحمد لله الإخوة قاع الجملة واتفقوا على كلمة واحدة أنهم يديروا صلاة العيد في الملعب البلدي موحدة سكان مدينة بلدية بريان كامل. كل مبارك، كل عام وانتم بخير. أنا من ولاية غليزان، جينا هنايا
تلمينا مع بعض مع أهل بريان، الحمد لله صلينا مع بعض، شعور رائع. صحة عيدكم، كل عام وانتم بخير. عيد مبارك لإخواننا في فلسطين، عيد مبارك على جميع سكان بلدية بريان وعلى كل الجزائريين، عيد الفطر مبارك والحمد لله لك يا ربي. صلينا أدينا صلاة إن شاء الله في ملعب محمد بوضياف، كان لم شمل ولا أروع، كان تنظيم جد جيد، كان كل شيء مليح، اللهم لك الحمد يا ربي. ربي إن شاء الله يرزقنا بالعافية وربي يحمي الجزائر، وعيد فطر مبارك لكل الجزائريين. اللهم لك الحمد على هذه الوحدة وعلى هذا اليوم المبارك. أقول للجميع عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير. يعني دليل تاع اليوم النهار مبارك واليوم ربيعي، دليل على فرحة الله سبحانه وتعالى بتوحد المسلمين وتوحد المؤمنين. ما أجمل أن يجتمع المؤمنون والمسلمون على صعيد واحد وعلى قلب واحد وعلى كلمة واحدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلدنا الجزائر وأن يجعله بلدا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وجميع بلاد المسلمين يا رب العالمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤلف على الخير قلوبنا وأن يصلح ذات بيننا وأن يهدينا سبل السلام وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة، وبارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير والسلام عليكم. بارك الله فيك، هذا يوم مشهود، هذا عيد مبارك، عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير، وبارك الله في الجماعة اللي كانوا واقفين على هذا وسووا مجهودات كبيرة ووفقنا رب العالمين لهذا التجمع المهيب، وربي إن شاء الله يوفق لي أكثر وأفضل، وربي إن شاء الله يدومها نعمة. وعيدكم مبارك جميع، كل عام أنتم بخير، وخاصة أنتم الإعلاميين اللي راكم توصلوا الكلمة، ربي يجازيكم، وإن شاء الله نتمنى وإن شاء الله التوفيق للأمة والنصر للمجاهدين في فلسطين، وربي إن شاء الله يرفع راية الإسلام. وعيدكم مبارك وكل عام أنتم بخير، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. الحمد لله، قد اجتمع ساكنة بريان في صعيد واحد في مصلى العيد، عيد مبارك سعيد لجميع ساكنة بريان وللأمة الإسلامية، عيدكم مبارك كل عام وأنتم بخير والسلام عليكم. سعيدكم كل عام وأنتم بخير. سعيدكم كل عام وأنتم بخير. صح عيدكم. باي باي, باي, باي.